مشوار على أميون، هالبلدة اللي محافظة على كل الطابع اللبناني القديم، هالبلدة اللي محافظة على أثاراتها وعلى 13 كنيسة ودير ومكان عبادة، بالرغم من كل شيء، بالرغم من كل الظروف، بعدكم قادرين أنه تشوفوا هالمناطق، أنه تزوروها بكل حلتها الحلوة ونظيفة كمان. عم نشوف اليوم كتير من الأثارات يلي عم بيكون في كتير عليها من الظلم من الحرمان، ولكن بأميون بالرغم من كل شيء أهالي البلدة محافظين على هالأثارات. أهلا وسهلا فيك سيد غسان كرم، أهلا فيك رئيس بلدية أميون حضرتك، وشكرا لوجودك معنا اليوم. رح نروح على أميون ونشوف بعض يعني الأثارات وكثير من الأثارات والكنائس القديمة والأماكن السياحية اللي بنعرفها وما بنعرفها، لأنه فعلا ما في هيك خطة كثير واضحة، لأنه نكون عم نمرق بأميون مثل ما بنمرق بأي منطقة تراثية وأثرية بلبنان. ليش هالتقصير ومن وين؟ أول شيء بدي اشكرك كاتيا، بدي اشكر الام تي في اللي سمحت لأميون بالحقيقه انه تكون موجوده بهذا النهار، تضوي على تاريخها، تضوي على ثقافتها وعلى الاثار الموجوده فيها. التقصير انت عم بلشتي لي بالتقصير، التقصير هي الحقيقه من وزاره السياحه، من المديريه العامه للاثار، اللي صرنا الحقيقه 5 سنين بنراسلهم وبنتمنى منهم انهم يزوروا أميون، يشوفوا شو في بأميون، شو المعالم الأثرية، شو هالكنائس الموجودة، يشوفوا الحضارة الموجودة ويشوفوا التاريخ الموجود. للأسف ما في جواب. صرنا 5 سنين عم نجرب نحط أميون على الخريطة السياحية، بمعنى طلبنا منهم أنهم يحطوا أميون بالكتيب اللي عملته وزارة السياحة وبتوزعوا مجانا لكل اللبنانيين والمسافرين اللي بيجوا على لبنان، وحتى هالوقت إسا ما حصلنا على النتيجة. فتكلنا على أميون، تكلنا على أهل أميون، تكلنا على الكنائس بأميون، على بلدية أميون، وعملنا أنه نسينا أنه في حدا ممكن يوقف إلى جانب هذه البلدة. اشتغلنا لوحدنا، وصلنا لأنه نضوي على أميون اللي هي المنطقة التاريخية والثقافية والأثرية المميزة. الصيانة الموجودة على هالمواقع ما بتقول أنه في تقصير من حدا للحقيقة، بالعكس هالقد أنتم محافظين على هالأماكن بشكل كتير حلو، بال يعني الإمكانيات القليلة اللي بتكون يعني متاحة للبلديات، أهالي أميون عندهم هال يعني هالوفاء الامكانيات لمنطقة. الامكانيات كثير قليله بالنسبه لحجم الشيء اللي موجود بأميون. يعني أميون بلده كبيره، ما عادت ضيعه صغيره، أميون صارت بلده كبيره، أميون عاصمه الكوره، أميون عاصمه قضاء في 52 بلده. اتكلنا على نفسنا، ايه فعلا اتكلنا على نفسنا، اولاد أميون ساهموا وكل أولاد أميون ساهموا. نحن بعد الحرب رجعنا بنينا كنائسنا وبنينا قاعات كنائسنا والأديرة تبعنا، ما عزنا مصاري من حدا، ما حدا ساعدنا، أبناء أميون هني اللي مقيمين ومغتربين، ما في شك. وقت نحكي بأميون نحكي بأميون الموجود والمغترب، لأنه نحن متكلين على المغتربين. نحن بأميون قد ما تتكلي على الموجود، بتعرفي أنت أنه لبنان كله متكل على المغترب الموجود برا، هو اللي بيساعد أهله الموجودين بلبنان. فأميون اتكلت على نفسها واتكلت على أبنائها، ورجعنا رممنا هالكنائس اللي كانت كلها متعرضة بالحداث وبالحرب، رممناها كلها، واللي هي ذكرتي أنت أنه هي 13 كنيسة صحيح، ومش بس 13 كنيسة، في منهم بيعود لمئات السنين وفي منهم بيعود لآلاف السنين. وهلأ إذا بدك بنحكي ب طبعا رح نشوف الصور ونحكي كيف بنوصل على أميون للي ما بيعرف. أميون هي نقطة تواصل ونقطة اتصال بين كل الأقضية المسيحية الأربعة، يعني عم نحكي على بشري وصغرتا والبترون والكورة. إذا بدك تروحي على صغرتا بدك تمرقي بأميون، إذا بدك تروحي على بشري بدك تمرقي بأميون، إذا بتنزلي على البترون بدك تمرقي بأميون. فإن شاء الله أميون تدل هالصلة الوصل والتواصل بين الأقضية الموجودة. أميون بترتفع عن سطح البحر بحدود ال 350 ل 400، بتبعد عن العاصمة بيروت تقريبا بحدود 75 كيلومتر، بتبعد عن عاصمة الشمال طرابلس 17 كيلومتر، بتبعد عن أرز لبنان بحدود 42 كيلومتر. أميون عريقة بتاريخها، بثقافتها، بمحبة شعبها. أميون أرثوذكسية مشرقية بكنائسها وأديرتها،
وأميون بلدي حلوة، يعني يفترض على كل اللي مارق بأميون مثلك كاتيا، بعرف أنك تمرقي أنت من هوني، مثل اللي مارق بأميون معلش يوقف شوي بأميون ويسأل البلدية. عندنا دليل سياحي نحن بالبلدية، ممكن هذا الدليل السياحي أنه يبرموا بأميون ويفرجيه على وضع أميون وعلى كل الأثار والتاريخ الموجود حقيقة يعني. اللي ما بيعرف أميون يعني بيمرق بهالشارع العريض بهالأسواق الحلوة بيقول كأنه بيروت انتقلت بيروت على أميون، بس ما بيعرف أنه من ميلة ومن تانية من هال يعني الحضارة، من ميلة ومن تانية في هالأثارات الكتير مهمة وهالبيوت القديمة وهالطبع اللبناني المحافظ عليه، الحفاظ على هالطابع اللبناني وعلى هال يعني البيوت اللبنانية هي مسؤولية البلدية، أهالي أميون، الدولة. يعني ما بدي أحكي بموضوع الدولة أبدا، بدي أحكي بموضوع برايفت اللي هي البلدية وأهالي أميون، لأنه نحن بأميون ما بناخد من الدولة، البلدية ما بتاخد من الدولة إلا المستحقات المالية اللي بيطلعوا لها، فأي عناية أخرى بأي مجال ما أنه موجود أبدا على الأطلاق. لا، أميون محافظة على تاريخها، محافظة على البيوت الأثرية والقديمة الموجودة فيها. الليل اللي بيعرفوا مثلا أنه بيت بربر آغا بأميون، وما في شك أنه مثل ما نحافظين على التاريخ والأثار والبيوت القديمة، كمان أميون صارت حديثة، يعني طلع فيها بيوت وبيوت حلوة كتير، ومثل ما قلت لك انتقلت لبلدي أكثر ما هي ضايعة. إيه هذا الشارع العريض، بتفكري شارع ببيروت، بتفكري فيه محلات تجارية كتير كبيرة. ابن أميون بيتكل على ابن أميون بالأسواق ما في شك، بس نحن بنتكل بالأكثر على المارقين بأميون، يعني مثل ما قلت لك هي نقطة التواصل، يعني كل إنسان طالع على ثلاث أقضية المجاورة بده يمرق بأميون، بنتكل على كل الخدمات مأمنة، يعني كل شيء مأمن، كل شيء مأمن، ما في بنك، ما في كل شيء مأمن يعني. بأميون في مستشفيات، في بنوك، في مدارس، في ست مدارس مهنية، مستشفيات، السرايا الأساسية بأميون، قصر العدل بأميون، كل مؤسسات الدولة موجودة بأميون. ولكن إذا ما نتعرف على أميون القديمة كيف فينا نتعرف عليها؟ أميون القديمة نحن دايما بنعمل مهرجان، في لجنة اسمها لجنة مهرجان أميون التراثي اللي أعطيتك هلأ الكتيب إذا بتحبي تشوفيه، بالتعاون مع البلدية وبدعم من البلدية قامت هيدي اللجنة بخمس مهرجانات. المهرجان نحن نقينا مكانه هي أميون القديمة، يعني نقينا مكان المهرجان هو المنازل الأثرية والتاريخية الموجودة بأميون، وحقيقة كان يزور هذا المهرجان بين 70 إلى 100 ألف شخص، فكل هالناس اللي كانت عم تجي على أميون على المهرجان نسمح لها يعني إنها تقدر تفوت وتشوف وتطلع تشوف أميون وتشوف آثار أميون الموجودة. وهيدي خريطة لأميون؟ هيدي خريطة سياحية لأميون عملتها البلدية، وهلأ عم نوزعها، بدنا نبدأ نوزعها بالجامعات، وهيدي اللي طلبنا من وزارة السياحة إنه تحط لنا هالورقة هاي بالوزارة. للأسف حتى هاي الورقة يعني بعتقد استكتر ما لقوا لها محل. يعني حلو كثير تكونوا انتم عم تعملوا هالشغل، صحيح ضروري ومهم ولازم ان تكون الدولة هي اللي عم تهتم بهالمواضيع، بس حلو كمان انه نعرف قديه المواطن اللبناني والمواطن الأميوني حريص على انه كل الناس والعالم يعرف قديه عنده من الغنى. هون اذا اي جروب تنقول عباله يشوف أميون البلدية بتقدر تساعده؟ اكيد نحن ذاكرين انه اي حدا بيحب يطلع على أميون وبيتصل بالبلدية، في عنا نحن مكتب بالبلدية دليل للإرشاد السياحي، بيطلعوا معهم وبيفرجوهم وبيدلون على كل الأمور وبيعطوهم كل شيء هني بدهم إياه، وبيدلوا معهم كل الفترة اللي هني موجودين فيها بأميون. عم يمرق كل هالصور الحلوة كتير، معنا كتير وقت نحكي عن كلهم. هيدي كنائس القديمة جدا، كنائس أثرية، في عنا كنيسة مار جرجوس الدهليز، الحقيقة بدي أخبرك عنها، هيدي كنيسة كاتدرائية، هيدي هي كاتدرائية كناية عن متحف، فيها 80 أيقونة مرسومة باليد، يعني مش صورة، أيقونة مرسومة باليد، فيها دهليز
بيسموها مرججس الدهليز، هي فيها دهليز بالارض بتنزلي فيه بتوصلي على الشير الصخري الكبير اللي بتشوفيه انت ومرقه باميون على الاوتوستراد اللي هي شير مار يوحنا. نعم. اللي فيه 26 فتحه بالصخر كانوا يستعملوها الرومان كمقابر لهم. هيدي الصوره هي رسومات على حيطان كنيسة مرفوقة، كلها حيطانها من السقف والحيطان كلهم مرسومين، تعرضت بالأحداث للحريق بس اليوم عم ترجع تترمم من قبل جمعية بولونية مهتمة انها ترجع تعيد ترميمها ومختصة بهذا الموضوع بمبادرة من الأب الياس نصار كاهن الكنيسة. في عنا هذا الشير الصخري اللي اسمه الشير على اللي مبنيت عليه، هذا هو بالضبط، هي كنيسة مار يوحنا مبنيت على هذا الشير الأثري. هذا الشير بيعود للقرن الرابع قبل الميلاد، يعني على عم نحكي ب 4000 سنة، ب 3300 سنة. يعني هو كان فيه مناسك، هذا كان يعتمدوه الرومان كمدافن لألهم. كلفت البلدية عضو بلدية الأستاذ الأولى العجيمي مختص بدارس المختص بهذا الموضوع، دخل على الأوض الموجودة بهذا الشير الصخري، تبين انه في امور، في رسومات على الجدران وبالارض سميت بالرسومات التنقيطية. عم نطلب حدا يجي يشوف شو فيه، للاسف ما حدا عم بيجي يشوف شو فيه. يعني في يعني هذا الشير، واليوم هذا ما حدا بيقدر ينظفه، نحن بيطلع فيه حشيش وواحد ما بنقدر ننظفه. اليوم مثلا الساعه 2 الظهر مشكور الجيش اللبناني بيجي كل سنه، المغاوير بينزلوا عليه بينظفوا لنا اياه وبيظبطوا لنا اياه، وكل سنه بيهتموا لنا هني فيه، لانه نحن كبلديه وكمواطنين عاديين نحن ما بنقدر نوصل عليه ننظفه، والدوله مثل ما حكينا. كمان عم نشوف كثير من الأبنية يعني القديمة جدا، بلكي منا مراكز دينية ولكن أبنية قديمة. صحيح. جدا، وكمان محافظ عليها، كله عم يتحافظ عليه. وهلأ عم نعمل دراسة لتخطيطات لأميون جديدة، زونينج لأميون جديدة، نقدر نحافظ على الأماكن، بمعنى أنه إذا في منطقة بيوت قديمة وأثرية ما نختلط ونفوت يجي حدا يعمر فيها بناية وينزع الوحل. والبلدية مهتمة جدا بأنها ترجع تعيد إعادة ترميم جديد لكل الأبنية الأثرية والتاريخية بعمل. سيد غسان كرم، اهلا وسهلا فيك، تحيه لكل اهالي اميون. اهلا فيك. كما قلت بالبدايه هذا نوع من النضال، ان نكون عم نحافظ على تراثنا بالرغم من كل الظروف. 100%، شو بدنا نعمل؟ يعني نحن شاء الظرف خلقنا انه نحن اولاد اميون، بس انا اذا قدر لي ان اعود ثانيه او اعي ثانيه بختار اميون، بختار اميون مره ثانيه. اهلا وسهلا فيك. الله يخليك. مشاهدينا وقفه هلا، من بعدها رح نكون مع ميوزيكال، اليوم رح نتعرف اكثر على الساكسوفون، خليكم معنا.